المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والتي تضم إلى جانبها موجزا اقتصاديا وآخر رياضيا. أهلا بكم. جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عزم السودان على الانتقال إلى عهد ديمقراطي مستقر وآمن، وتأسيس الدولة الحديثة القائمة على أسس الحرية والعدالة والسلام. واستعرض البرهان خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لقمة حركة دول الانحياز التي انطلقت أمس الجمعة بأذربيجان، استعرضت التطورات الجارية في السودان بعد نجاح الثورة الشعبية السلمية التي قال إنها نجحت بتضامن القوى الثورية والقوات المسلحة من أجل إحداث التحول السلمي للسلطة المدنية. وأشار البرهان إلى التحديات التي تواجه السودان خلال الفترة الانتقالية، وفي مقدمتها إزالة اسمه من قائمة الإرهاب ومعالجة الديون الخارجية وترسيخ الديمقراطية والتنمية المستدامة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي. هذا التغيير إلى بناء سودان جديد تكون فيه السلطة للشعب، ونؤكد عزمنا على التحول السلمي للسلطة المدنية، وضع أولى لبناء النظام المدني المعافى لحكم السودان في الفترة الانتقالية. هذه الفترة تنقل السودان إلى عهد ديمقراطي مستقر وآمن، وتؤسس الدولة الحديثة القائمة على أسس الحرية والعدالة والسلام. وقد عزمنا بدعمكم في هذا المنبر على التصدي للتحديات التي تواجه البلاد، ابتداء من إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومعالجة الدين الخارجي، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي والاستقرار والتنمية، فضلا عن ترسيخ الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة. كما يتضمن برنامج المرحلة الانتقالية العمل على إنجاز إصلاحات قانونية وبرامج لإصلاح أجهزة الدولة ومعالجة الأزمة الاقتصادية وضمان حقوق النساء وتعزيز دور الشباب وبناء سياسة خارجية متوازنة غير منحازة. وفي السياق، حمل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من شعب السودان إلى قمة دول عدم الانحياز، مفادها تعهد السودان بالمشاركة الإيجابية في المجتمع الدولي بروح الثقة والصدق والتسامح والالتزام بالأعراف والمعاهدات الدولية. أرجو أن أنقل لكم عبر هذا المنبر المهم رسالة من شعب وحكومة السودان بأن السودان عازم على المشاركة الإيجابية في المجتمع الدولي بروح ملؤها الثقة والصدق والتسامح والالتزام بالأعراف والمعاهدات الدولية، متطلعا لدعم الأصدقاء والأشقاء في حركة عدم الانحياز على صعيد انخراطه الإيجابي كعضو فاعل في تعزيز أهداف ومبادئ الحركة الساعية لمعالجة كافة القضايا الحالية والجديدة الناشئة ذات الاهتمام الجماعي، ومقاصد ومبادئ الحركة التي يجب أن نتمسك بها جميعا والتجديد على. وصل البلاد اليوم وفد حركة جيش تحرير السودان قيادة مني أركم الناوي برئاسة القائد جمعة الوكيل مساعد رئيس الحركة لقطاع الشباب والطلاب وعدد من القيادات التنظيمية بالحركة. وكان في استقباله بمطار الخرطوم ممثلون من مجلسي السيادة والوزراء وقيادات من تحالف قوى الحرية والتغيير، فيما رحبت الحكومة بوصول وفد حركة مناوي إلى البلاد، معتبرة أن عودة الوفد إلى السودان جزء من عملية السلام المستمرة التي تسعى لتحقيقها في كل الجبهات. وقال عضو المجلس السيادي محمد الحسن التعيشي في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم بمناسبة عودة الوفد إن وصول وفد حركة جيش تحرير السودان والوفود التي سبقته يأتي في إطار التغيير الذي حدث في ديسمبر الماضي، باعتبار أن ما حدث هو ثمرة نضالات كل السودانيين عبر مختلف وسائلهم النضالية، مؤكدا أن كل من ساهم في عملية التغيير يعتبر جزءا من ترسيخ مبادئ التغيير وتحقيق مطلوبات الثورة.
وأبان التعايش أن السلام واحد من أهم أهداف الثورة الجوهرية لفتح الطريق أمام الوطن على أسس جديدة. إحنا اليوم بنرحب بوفد حركة تحرير السودان بقيادة القائد أركم الناوي. ده وفد بتاع مقدمة جاء للسودان، والحكومة بترحب بقدومهم إلى أرض الوطن كجزء من عملية السلام اللي مستمرة. إحنا بنحب نأكد إنه وصول وفد حركة تحرير السودان والوفود التي سبقت وفد الحركة اليوم هو بيتم في إطار التغيير الذي حدث في ديسمبر، باعتبار ما حدث في ديسمبر هو ثمرة نضالات كل السودانيين عبر مختلف وسائلهم النضالية. كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير عن عقدها اجتماعا مرتقبا مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، في وقت أكدت فيه أن توقيع الإعلان السياسي والمبادئ العامة بين الحكومة وقوى الكفاح المسلح يمثل نقطة إيجابية في تحقيق السلام بالبلاد. وقال القيادي بقوى التغيير إبراهيم الشيخ أن الاجتماع مع مجلسي السيادة والوزراء كان مقررا له الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب وجود عدد كبير من أعضاء المجلسين بجوبة خلال مباحثات السلام هناك، مبينا أن الاجتماع سيناقش الأوضاع المعيشية وأزمة المواصلات وسير عملية السلام ومسألة تعيين الولاة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين بالجهاز التنفيذي. يرى خبراء استراتيجيون أن خطة رئيس الوزراء لمعالجة الأزمة الاقتصادية بدعم من المؤسسات الدولية قد تنجح في العبور بالسودان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ما بين ضبابية المشهد السياسي والاهتمام بمعاش الناس امتحان الحكومة الانتقالية، فالدرس الذي درسته حكومة الرئيس السابق للمواطنين لم تنجح في تقديمه لأن أيديولوجيته المتقلبة فحواها بحسب السياسيين العنف والكراهية. برنامج الثورة موضوع وهو أعلن لكل الناس، يعني في كل القضايا الاجتماعية والدينية والسياسية مطروح، طرح الآن في لرئيس الوزراء وسلم للوزارات المعنية، يستطيع أي شخص أن يقرأه، وأي شخص عنده رأي في هذا البرنامج يستطيع أن يتحدث عنه. أما ما هو في خيال الناس أن هنالك ثورة ضد الدين، فتح البارات، فتح المراقص، هذا في مخيلة كثيرين، زي ما كما قلت أن هنالك محاولات لوضع عراقيل. ترى بعض فئات المجتمع أن راديكالية الحكومة الانتقالية والتي ترتكز بحسب اعتقادهم على تغيير البنى الاجتماعية باتباع أساليب ثورية وتغيير نظم القيم بأساليب جوهرية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة قد يخلق مناخا غير متوازن في المجتمع، وهي الصراعات السياسية والفكرية التي استعجلت لها أطراف كثيرة، للأسف أطراف من النظام القديم وأطراف من قوى التغيير، القوى المختلفة، يعني فإنها تحاول أن تستنفذ القليل من الجهد والطاقة في معارك ينبغي أن تحسم في ما بعد الانتخابات الحرة النزيهة. خبراء استراتيجيون يعتقدون أن الخطة التي يأمل رئيس الوزراء بمعالجتها واستعمال وصفات وخطط اقتصادية وبرامج مفصلة من مؤسسات دولية قد ينجح بمساندة العالم للعبور بالسودان إلى مرفأ آمن نسبيا، باعتبار أن المناخ الجديد سيخلق تعاطفا عالميا مع السودان، فالسودان في انتظار حصاد عسله الذي امتدت شهوره قليلة. دور الحكومة في إدارة المشهد السياسي الراهن والاهتمام بمعاش الناس دور صعب جدا بحسب رأي مراقبين، فهو يضع الحكومة أمام معترك ضحل جدا لا يمكن الخروج منه بالسهل. مصطفى الزواوي، قناة الطيبة، الخرطوم.
أمرت المحكمة بإلقاء القبض على المراجع العام الطاهر عبد القيوم وإيداعه الحبس لعدم مثوله أمام المحكمة رغم استدعائه. ووجهت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير اتهامات للنيابة العامة بتهديد شهود دفاع بغرض التأثير على سير العدالة. ويواجه البشير تهمتي الثراء الحرام والمشبوه والتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي بعد العثور على مبلغ 7 ملايين دولار في مقر إقامته ببيت الضيافة. وقال رئيس هيئة الدفاع هاشم أبو بكر الجعلي أمام المحكمة إن النيابة العامة ظلت تستدعي شهود الدفاع وتهددهم بصورة علنية وخفية، وإن أحد الشهود كان يفترض أن يمثل أمام جلسة اليوم لكن النيابة اتصلت به مما دفعه للتراجع عن الإدلاء بشهادته. وطلب الجعلي من المحكمة إعمال سلطتها وفقا للمادة 115 من القانون الجنائي وتحريك إجراءات قانونية ضد النيابة بجرائم التأثير على سير العدالة. فيما رفض رئيس النيابة العامة ياسر بخاري ما أوردته هيئة الدفاع معلنا أنهم في النيابة جاهزون لمحاسبة أي عضو ارتكب هذه الجريمة، متهما هيئة الدفاع بإشهار هذا الاتهام بغرض التسويف والمماطلة بعد فشلها في إحضار شهود. ودعا بخاري إلى إغلاق ملف الدفاع بعد أن استمعت المحكمة 14 شاهدا. وأعلن قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي رفضه طلب هيئة الدفاع. قالت داعية عبد المحمود يوسف إن التوقيع على اتفاقية سيداو لن يكون في صالح المرأة لجهة أنها مناقضة للحريات وتعارض الدين والفطرة والقيم النبيلة وتجعلها وكأنها في عصر الجاهلية التي تعرضت فيها إلى الإهانة قبل أن يكرمها الإسلام. وأوضح الداعية في خطبة الجمعة أن من ينادون بالتوقيع على اتفاقية سيداو سيعملون على سلب إرادة الدولة، ما سيجعل أمما أخرى تتحكم في شؤون البلاد. وأضاف أن اتفاقية سيداو فخ يصعب الفكاك منه حال تم التوقيع والمصادقة على الاتفاقية. وأشار عبد المحمود إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تفكيك الأسر، وشدد على ممانعتهم التوقيع على الاتفاقية لجهة أنها تخالف شريعة الله، مطالبا القائمين على الحكم في البلاد بصرف النظر عنها. هذه الاتفاقية لا تشبهنا ولا تناسبنا، هذه الاتفاقية تجعل الوالد مسلوب الإرادة، لا يستطيع أن يقيم أفراد أسرته، بإمكان بنتي أن تتزوج والوالد آخر من يعلم، بإمكان أن تأتي إلى البيت بأصحابها وعشقائها والوالد لا يستطيع أن يعترض، وإلا فمحل السجن مع أهل الإجرام. هذه الاتفاقية تجعل الوالدة مسلوبة الإرادة، لا تستطيع أن تقوم بنتها أو أن تسألها عن سلوكها أو عن زيها أو عن الزوج الذي تريد. هذه الاتفاقية تجعل الزوج مسلوب الإرادة، تريد أن يكون ديوثاً لا يتكلم لا في لباس امرأته ولا في سلوكها ولا في مبيتها، تبيت حيث تشاء، تأتي متى ما تشاء، ليس من حقه أن يتدخل. هذه الاتفاقية قد تؤدي إلى تفكك الأسر حيث يكثر العقوق والتمرد من الأبناء والبنات، وعندما يكبر الأم والأب قد يكون مصيرهم دار العجزة والمسنين. فوجئ حشد النسائي باعتذار وزير العدل عن تسلم مذكرة احتجاجية رافضة لالتزام الحكومة الانتقالية التوقيع على اتفاقية سيداو الدولية، وهو موقف لقي استنكارا، وهو ما رآه متابعون أن الحكومة الانتقالية ماضية في التوقيع على هذه الاتفاقية غير مكترثة بالأصوات الرافضة لها. تظاهرة نساء السودان الرافضة لاتفاقية سيداو وضعت في بريد الحكومة الانتقالية عدة رسائل واضحة، أهمها تناقض الاتفاقية الدولية مع تعاليم الشريعة الإسلامية وتعارضها مع القيم والمبادئ والأعراف السودانية. الحشد النسائي الذي كان يعتزم تسليم وزير العدل مذكرة احتجاجية رافضة لاعتزام الحكومة الانتقالية التوقيع على اتفاقية سيداو الدولية
فوجئ الحشد باعتذار الوزير عن تسلم المذكرة لانشغاله، وهو موقف لقي استنكارا شديد اللهجة من قبل الحشد النسائي الذي اعتبر الخطوة تهميشا واضحا للحشد وتقليلا من قيمته، مما يعني أن الحكومة الانتقالية ماضية في التوقيع على اتفاقية سيداو الدولية غير مكترثة بالأصوات الرافضة أو المنتقدة أداء الحكومة وفشلها في معالجة الأزمات الطاحنة في معاش الناس وارتفاع الأسعار وسطوة الدولار ومعاناة المواطنين من المواصلات والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، فيما تبذل الحكومة واسع جهدها في الاهتمام بقضايا هي من صميم الحكومات المنتخبة كالتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وزير العدل الذي اعتذر عن تسلم مذكرة مبادرة نساء ضد سيداو كان قد خاطب قبل عدة أيام عددا محدودا من نساء داعمات لاتفاقية سيداو، حيث طمأنهم بمضي الحكومة الانتقالية وحرصها على التوقيع على كل الاتفاقيات الدولية، وهو الأمر الذي وصفته مبادرة نساء ضد سيداو بالإزدواجية في معايير التعاطي مع النساء، مما يخالف الشعارات التي طرحتها ثورة ديسمبر المجيدة والداعية إلى حرية سلام وعدالة. أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك قرارا قضى بإلغاء القرار الخاص باستثناء عمال ولاية شمال كردفان من القرار الجمهوري القاضي برفع سن المعاش إلى 65 سنة. ولقي القرار الذي لا يتيح للعاملين في مؤسسات الدولة بشمال كردفان العمل بعد سن 60 استهجانا من العمال، واعتبروه تمييزا سلبيا، سيما وأن القرار الصادر منح جميع العاملين ميزة العمل حتى سن 65 باستثناء ولاية شمال كردفان. وأكد والي ولاية شمال كردفان المكلف لواء الصادق الطيب أن القرار أعاد الحق لأصحابه ورفع الضرر عن كل المتضررين من العاملين وأسرهم، مؤكدا أن حكومته لن تدخر جهدا لتحقيق العدالة التي رفعتها الثورة شعارا ورفع الظلم عن كل مواطن. قال عضو مجلس السيادة الانتقالية الفريق الركن شمس الدين الكباشي أمس الجمعة إن المبعوث الخاص لرئيس جنوب السودان تود غولواك سيصل الخرطوم خلال ساعات للقاء كبار المسؤولين في المجلس السيادي ومجلس الوزراء. وذكر الكباشي في تصريحات أوردها موقع العين الإخبارية أن المستشار الأمني لسلفا كير سيصل الخرطوم للقاء أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأوضح الكباشي أن المبعوث سيقوم بتعريف الحكومة الانتقالية بالجهود المبذولة بشأن الوصول إلى سلام شامل في السودان. نشرة الأخبار متواصلة معكم من طيبة وفيها بعد الفاصل. زيادة إنتاج الصمغ العربي في شمال كردفان إلى 150 ألف طن. طيبة لحياة طيبة. أهلا بكم مجددا، وننتقل الآن إلى طائفة بالأخبار الاقتصادية. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية دعم مجموعة أصدقاء السودان لخطة الحكومة الرامية إلى إصلاح الاقتصاد في البلاد. جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء السودان الذي انعقد في واشنطن، والذي رأسه وكيل وزارة الخارجية الأمريكي ديفيد هيل ومساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية ناجي تبر بحضور ومشاركة وزير المالية إبراهيم البدوي.
واتفق أصدقاء السودان على آلية إنشاء صندوق للمانحين لدعم برنامج السودان الإصلاحي، وأكدوا على الحاجة للمزيد من البرامج الفعالة الداعمة لشبكة السلامة الاجتماعية لتكون درعا واقيا من التأثيرات السلبية الناتجة عن تطبيقات السياسات الاقتصادية الكلية وانعكاساتها على الطبقات الفقيرة. أكد مدير الهيئة القومية للغابات بشمال كردفان محمدين الأمين أن الولاية مؤهلة تماما لإنتاج 105,000 طن من الصمغ العربي في حال استكمال المساحات المستهدفة بتعمير حزام الصمغ العربي. وأشار في تصريح لوكالة السودان للأنباء إلى الحاجة إلى 350 مليون شتلة لتعمير حزام الصمغ العربي، وذلك لتعمير المساحات المتبقية من إعادة تعمير الحزام. وقال إن مساحة الحزام تبلغ 12 مليون فدان، منها 5 ملايين مغطاة بأشجار الهشاب، وهناك 7 ملايين فدان تحتاج للتعمير، لافتا إلى أن تعمير الحزام يتم عبر الجهدين الرسمي والشعبي بالغابات المحجوزة. انتهت الأخبار الاقتصادية، ننتقل الآن إلى أخبار الرياضة. أوضح رئيس اتحاد كرة القدم السوداني أنه لا يجوز تكوين لجنة تطبيع لأي ناد في ظل وجود مجلس المنتخب، لافتا إلى أن هناك 3 حالات تستوجب اتخاذ خطوة كهذه. وقال شداد في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم إن انتهاء عمر المجلس المنتخب وعدم إجراء جمعية عمومية انتخابية وتقديم استقالات جماعية وفقدان المجلس لشرعيته تستوجب تكوين لجنة تطبيع. وأشار شداد إلى أن النظم الأساسية مسألة تخص الهيئة الرياضية، مقرا بعدم إجازة نظم أساسية على الهيئات. عاد اللاعب عبد اللطيف بوي إلى قائمة الهلال التي ستغادر إلى مروي لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز. وقد شهدت القائمة إبعاد كل من نزار حامد وبش الصغير بحسب قرار الجهاز الفني، ومن المنتظر أن تغادر بعثة الهلال إلى مروي اليوم بقائمة تضم 20 لاعبا. نهاية نشرة الأخبار، عد مذكرا بالعناوين. البرهان يخاطب قمة دول عدم الانحياز بأذربيجان ويؤكد التزام السودان بالأعراف والمعاهدات الدولية. واشنطن تعلن اتفاق أصدقاء السودان على تخفيف ديونه ومنحه تمويلا لتحقيق النمو الاقتصادي. والحكومة ترحب بعودة حركة مناوي إلى حضن البلاد وتقول إن الخطوة تعد انتصارا للسلام. شكرا لكم على كرم المتابعة، دمتم بخير. حياة طيبة.